ملي يشوفوا شي واحد في امريكا ولا في كندا لابس هاد الكاسك هذا راه ماشي خدام سوندر دابل. علاش اخو عبد الساق ديما دير هاد الكاسك هذا؟ كيوصلني هاد السؤال بزاف وعادي، لانه حتى انا قبل ما نبدا التراكين كنت كنشوف الشوافريا كي في امريكا وفي كندا كيديروا هاد الكاسك هذا وكنقول علاش كيلبسوا. اليوم غادي نجاوبكم على هاد السؤال هذا. اول شيء كتعرفوا انه في امريكا وكندا كنخدموا كنسوقوا بزاف ديال الوقت، وباش تهز التليفون تبقى دايره في يديك ايليغال قانونيا، اي بلاد ما عندكش الحق تهز التليفون في يديك. داكشي علاش خاصك شي حاجه اللي تكون زعما بعيده على التليفون محطوط وانت كتهضر في التليفون، يعني خاصك شي كاسك بحال هذا. اول حاجه غتشوفوها انه راه فيها غير فيها سماعه وحده ما فيهاش هادي، اوكي ممكن تقلبها عاوتاني ديالك هاديكو. اذا عييت لك هاد الودنه كتبدل هاد الودنه هادي، ولكن قانونا خاصك تلبسها هكا. هادي خاصها تكون تسمع الطريق وهادي كتهضر بها في التليفون. الحاجه الثانيه هاد الكاسك هذا فيه نويز كانسليشن، يعني الا كنتي كتهضر مع شي واحد وكان صداع في التراك ولا صداع حداك هذا كيفيلتري الصوت كتسمع. الا كنتي كتهضر مع شي شيفور كتسمعو بحال جالس في الدار ما كتسمعش الصداع حدا، وحتى انا كيفيلتري لي الصوت الا كنت كنهضر مع شي حد الباك جراوند ديالو الناس اللي كيهضروا حدا وداكشي كيقطع عليهم الصوت، كتسمع غير هذاك اللي كتهضر معاه في التليفون. الحاجه الثانيه اللي مزيانه في هذا الكاسك هذا هو الباتري. الباتري كيشد 8 سوايع، يعني راه ما تهضر به راه الباتري ديالو كتشد بزاف. والحاجه الاخرى اللي هي بلوتوث، بلاص ما يكون الكابل هنايا تخبل لك مع الفولون ولا هادو بلوتوث يكون بعاد على الفولون ديالك على السيفتي ديالك. سواء ملي تشوف شي واحد في امريكا ولا في كندا لابس هاد الكاسك هذا راه ماشي خدام سوندر دابل. راه غير قانونا ما عندكش الحق اولا سميتو تبقى هاز التليفون في يديك، وما عندكش الحق عاوتاني دير السناطات بجوج تسد الودن بجوج وانت سايق فيها تيكيتا فيها بروسي زعما وسميتو. وكي قلت لكم الكابل ما فيهاش باش ما تعنفش في السوقال، والباتري كتشد فيه مزيان، والنويز كانسليشن باش الا كان تهضر معاك شي حد تقطع عليه الصوت. المهم كنتمنى نكون جاوبت لكم على هذا السؤال هذا. وبقاش سؤالين لا يسولين يا سويت انت فيديو اخر عن تاني الو قال صدق انا تارق في الله تعالى. المهم طرف ريسكم. المهم الا عندكم شي اسئله خليوني في الكومنت غادي نجاوب عليهم ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي بغاو يشريوا هذا الكاسك هذا نخلي لكم في البايو عندي في الانستغرام وفي تيك توك. المهم دخلوا شريوا راه مزيان راه كيولا كلا تخصني نشري لهم واحدين اخرين جداد. It's all good.